أطلقت مؤسسة محمود درويش للإبداعي جدارية غنائية في الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الكبير محمود درويش ابن الثورة الفلسطينية. وحضر الحفل الذي أقيم في رام الله فنانون ومثقفون وحشد من أبناء شعبنا. أولا محمود درويش هو جزء من هذا المكان، جزء من هذه المدينة بعد ما احتضنته مدينة رام الله في نومه المقدس في تلة من تلال هذه المدينة، وأطلق على هذه التلة اسم مسقط رأس محمود درويش البروة. فأقل ما يمكن أن يعمل في ذكرى رحيله أن نقول بأن هذا الرجل له منا كل الوفاء، كل الوفاء وكل العرفان على ما قدمه لشعبنا وعلى الكلمة الصادقة التي كانت دائما تعبر عن الشعب الفلسطيني ونضاله ومقاومته وحبه لوطنه. تأتي هذه الاحتفالية الجدارية، جدارية محمود درويش في الذكرى العاشرة لوفاته، وهو نوع من التكريم المتواضع لذكرى الشاعر الخالد محمود درويش، ولكي أيضا نستلهم منه ومن أعماله الشعرية التي ستغنى هذه الليلة نستلهم منه الكثير. فمحمود درويش يعيش بيننا بشكل دائم ونحن سعداء بهذه الاحتفال.